اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله. وفي هذه الفقره هنلقي الضوء على المزيد من التفاصيل القرويه. اولا معايا نجم كبير، صدفه كان ليها دور كبير، وصدفه ما بتتكررش كتير وما بتحصلش كتير مع لاعبي كره القدم. ايضا كمان في هذه الفقره هنتناول الحديث عن مباراه الاهلي وجيما ابا جيفارا الاثيوبي، وفي ظل هذه المباراه ايضا كمان تاهل عدد من الانديه النهارده في مباريات عديده اقيمت في دوري ابطال افريقيا، وتحدد على الاقل 9 انديه متواجده في دور ال16 لدوري ابطال افريقيا. فبالتالي هذه الفقره فيها تفاصيل كثير ما بين استعاده الذكريات والماضي والحديث عن الحاضر والمستقبل في مباريات الاهلي الافريقيه والمباراه المنتظره غدا باذن الله في 3 عصرا بتوقيت القاهره. برحب بضيفي في الفقره الحواريه الثانيه بالكابتن جمال جوده. كابتن جمال برحب بيك. اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا في قناه الاهلي. ربنا يخليك، انا ليا الشرف والله. احد اللاعبين اللي كانت الصدفه ليها دور كبير جدا انك تلعب في النادي الاهلي، وانا حتى بقدم الفقره الصدفه بقتش كتير دلوقتي في كره القدم تحديدا ان ممكن تساعد لعيب ان ينضم لفريق كبير زي فريق النادي الاهلي. اولا الصدفه كانت بالنسبه لك ازاي وحصلت ازاي؟ الصدفه دي فعلا الاهلي صدفه بمعنى الصدفه الحقيقيه. يعني انا كنت من سكان و يعني قاعدين في امبابه، انت عارف امبابه كانت كره الشراب متميزه بيها قوي يعني. فكنت بلعب كره شراب، وكان والدي اتعرض عليه ان انا العب في مركز شباب امبابه. المدرب بتاع مركز شباب امبابه طلبني لان عارف ان انا لعيب كره كويس وكده، فوالدي رفض. ففي مباراه كانت بين النادي الاهلي وبين مركز شباب امبابه. النادي الاهلي كان في الفتره دي على فكره كان بيعمل الموضوع ده على مستوى مراكز الشباب اللي موجوده على مستوى مصر كلها. فانا بيني وبينك رحت اتفرج يعني النادي الاهلي مع ضد مركز شباب امبابه. فقعد في المدرجات، الشوط الاول خلص النادي الاهلي كسبان 1-0. المدرب بتاع مركز شباب امبابه شافني في المدرجات فقال لي تعالى تلعب. قلت له العب. كنت اصلا بتلعب مع الفريق وموجود في المركز؟ لا، بس انا مش موجود في المركز خالص. والدي رافض تماما انك تلعب كوره. العب كوره خالص يعني الاول الدراسه وكده يعني. بقى المركز وانديه وماتشات وحاجات كده لا. فالمهم نزلت طبعا الشوط الثاني، وزي ما قلت لك النادي الاهلي كان كسبان وتعادل. الله يرحمه كان كابتن عادل عبد المنعم كان حارس المرمى في الوقت ده، كان حارس مرمى النادي الاهلي. النادي الاهلي وكان تقريبا 17 سنه او 16 هو بالمناسبه سنة. الكابتن عادل عبد المنعم هو والد الكابتن احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي، واللي انتقل لمصر المقص. وكان يعني في الفتره دي كان ضيعوا حوالي داخل في حدود مترين يعني. فالكره اللي انا جبتها جون كانت لوب من فوقي، فكان جون مميز قوي يعني. جون صعب. صعب جدا. فلقيت بعد المباراة الله يرحمه الكابتن صالح سليم. كابتن صالح كان حاضر الماتش؟ كان حاضر المباراة. وفوجئت لقيت طبعا كوكبة كبيرة جدا من النادي الأهلي، كان ضمنهم بعض المدربين كابتن الله يرحمه عوضين، وكان في بعض الإداريين على ما أتذكر يعني الأسماء. فلقيت الكابتن صالح بينادي عليا بيقول لي أنت أهلاوي؟ قلت له أيوه. قال لي تحب تلعب في النادي الأهلي؟ قلت له ايوه. يعني عارف كان كل الحوار ايوه يعني. اجاباتك كلها طب بيتكم قريب؟ قلت له ايوه. قال لي طيب ممكن تروح تجيب صور ليك وتيجي على طول؟ قلت له فعلا ما فيش، لان البيت قريب من النادي. فعلا جبت الصور واديتها له. قال لي تيجي النادي الاهلي مثلا بكره او بعده انا على ما اتذكر يعني. وفعلا رحت، وكان معانا بقى الكابتن الله يرحمه كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال طبعا، وبدات مشواري مع النادي الاهلي. فكانت صدفه بحته يعني ان انا قاعد بتفرج ومدرب شافني وانا قاعد في المدرجات بيقول لي تعال العب. هل كنت تتخيل يا كابتن جمال وانت موجود في الملعب وبتتفرج على النادي الاهلي حتى لو في مرحله الناشئين وبيلعب مع مركز شباب من باب المنطقه اللي انت عايش فيها، هل كنت تتخيل انك ممكن تنزل وتلعب؟ والله بص انا ورد فعل الوالد كمان، انا كنت كان مكتبي وبذاكر عليه كنت كاتب احسن لاعب في مصر. انا كنت كاتبها وانا لسه في ابتدائي ان جمال جوده افضل لاعب في مصر. فكان عندي طموح ان انا ابقى لعيب كوره كويس وابقى نجم من نجوم لاعبي كره القدم في مصر وكده. وفعلا كنت بسعى لحاجه زي كده يعني. حتى كان والدي بيضغط عليا الله يرحمه ان انا
عشان تلعب لازم في الدراسة تبقى تخلص شهاداتك وكده يعني. فكنت بذاكر فعلا وبحقق له رغبته وبحقق في نفس الوقت رغبتي لغاية ما حصلت الصدفة الجميلة اللي أنا قلت لك عليها. طيب صدفة جميلة وفيها تفاصيل كثيرة، لكن استأذنك كابتن جمال أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل الحديث مع كابتن جمال جودة. اتفضل. اهلا بمشاهدينا الكرام، ونتواصل في الحديث مع الكابتن جمال جوده، احد لاعبي النادي الاهلي في فتره السبعينات واوائل الثمانينات، من النجوم المميزين داخل صفوف فريق النادي الاهلي. كابتن جمال، يعني ختمنا الجزء الحواري الاول والصدفه والطريقه اللي انضميت بيها للنادي الاهلي، وما بتتكررش كتير، ما بتحصلش كتير، بس النقطه اللي انا لفتت انتباهي حرص الكابتن صلاح سليم انه يكون موجود حتى في مباراه للناشئين وبتتلعب في دوري او مسابقات وديه مع مراكز الشباب عشان تنتقي فيها العناصر المميزه. بالظبط. وجود الكابتن صلاح بالنسبه لكم في مركز شباب امبابه كان عامل ازاي؟ لا ده كان عيد يعني، عارف اتعمل كان الكابتن صالح ده انت عارف كان لعيب كوره المايسترو، يعني ده اللقب، لكن لعيب كوره فيه كل المميزات اللي ممكن اي لعيب يتمناها يعني. بخلاف قدرته على القياده والاداره وحبه للنادي الاهلي دي كمان تفوق الجميع يعني. فكان لما جه وعرفنا ان هو انا ده يمكن السبب اللي خلى والدي يوافق ان انا اروح اتفرج على المباراه. قلت له ده الكابتن صالح سليم موجود في الملعب، ده هيبقى كذا يعني، فما اقدرش اسيبه يا ابو. قعدت يعني اتحايل عليه لغايه ما وافق يعني. امبابه كلها كانت على قدم وساق زي ما بيقولوا يعني، فكانت الناس قاعده حوالين الملعب في مدرج بس صغير بسيط كده، في مثلا 200 300 واحد، لكن حوالين الملعب كان في مثلا الألوفات يعني. فكانت يعني هي طبعا ما بتحصلش دلوقتي يعني، التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي حاليا طبعا في لجان دلوقتي او بعض الاشخاص اللي بيتسموهم كشافين او بيكتشفوا اللعيبه او حاجات زي كده، بس برضه بقت قليله مش زي زمان يعني. زمان كان في الله يرحمه عندنا هنا في النادي الاهلي عبد البقال يعني، ده كان نمره واحد على مستوى العالم يعني، ان هو ممكن يكون وكان عنده بصيره وعين كويسه جدا في ان هو يعرف اللعيب ده. اهم حاجه العين، اهم حاجه العين اللي بتختار، كان بيعملها 10 على 10 يعني. فالكابتن صالح طبعا يعني ان هو يبقى موجود ويتواجد في مباراه بين النادي الاهلي ومركز شباب امبابه، دي حاجه كبيره قوي كانت بالنسبه لنا. ويمكن انا كان عندي دافع ان هو موجود، فيعني انا كاتب زي ما قلت لحضرتك على المكتبي ان انا احسن لاعب في مصر، فكنت عايز دي، قلت دي بدايه فرصه ليا بالصدفه اللي احنا قلنا عليها ان الكابتن صالح موجود واداريين في النادي الاهلي مسؤولين وكده، فلازم يعني ابذل قصارى جهدي بقى وابين مستواي الحقيقي يعني اللي انا بقى بلعب فيه في الشارع زي ما بيقول، وده فعلا حصلت يعني. فكره الخواطر يا كابتن جمال، اي انسان ممكن وقاعد بيكتب قدام كشكول او مذكرات بيكتب حاجات مفكرات ليه هو، لكن يوصل لك الخاطر انك حتى في مرحله سنيه وانت لسه ناشئ او صغير تكتب احسن لاعب في مصر، الخاطر ده جالك ازاي او احساسك بموهبتك كمان؟ والله بص يا ابو حميد، انا كنت اساسا معروف قوي في امبابه بان انا لعيب كويس قوي يعني. امبابه دي كل الشوارع فيها، وكان معايا طبعا تعرف كابتن الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف، شاكر عبد الفتاح، صلاح عبد الفتاح، مجموعه ديت كانت، وكان في لعيب عندنا برضو الساحر اللي بيسموه بس في الكره الشراب بس ما بيعملهاش في الكره الكبيره، كان اسمه فتح الحافي. فلكن انا كنت بلعب الكبيره زي هو اللقب ده كان مسمى كمان تحديدا للاعيبه اللي بتلعب كره شراب. بالظبط، بس هو كان ما بيعرفش يلعب بشوز يعني، لازم يلعب حافي، فعشان كده اسمه سعيد الحافي. فكان خطير فيها، اسمه ترسخ حتى في فيلم على فكره. بالظبط. كابتن الفنان الكبير كان محمد هنيدي ومحمد فؤاد، عادل امام، وعادل امام في فيلم الحريف. بعد كده بالظبط. وفيلم الحريف. بالظبط. فالحمد لله يعني ايه، انت عارف الحرفانه ديت كانت جوايا، حاسس ان انا جوايا لعيب كبير، لان بعمل في الكوره فعلا. وانا يعني لو الواحد كان بيتصور في التوقيت دوت وهو بيلعب، بعمل كل حاجه في الكوره يعني،
رغم ان هي من حجمها صغير وكده تبقى صعبه اكتر من الكره الكبيره. بالظبط يعني، يعني تخيل مثلا لما بتلعب خمسه ضد خمسه بترقص الخمسه والجون وتجيبها، يعني عارف ده ايه ده اللي بيحصل المهارة. يعني يعني باخد. فكنت حاسس جوايا ان انا هبقى حاجه يعني، والحمد لله ربنا حققها ليا. واللي انا كنت بعمله في الكره الشراب بدات اعمله في الكره الكبيره، بس للاسف هنتكلم في النقطه ديت تمام، لان هي كانت السبب في ان النادي الاهلي استغنى عني. طيب كواليس انضمامك لاول يوم بقى في النادي الاهلي. اول يوم انا رحت طبعا متوقع ان انا هم قالوا انا هلعب تحت 16 سنه، انا عندي 14 سنه وهلعب مرحله سنيه تحت 16 سنه. في الفتره دي كان المدرب بتاعنا الله يرحمه الكابتن سمير ابو سعود، كان مقدم في الشرطه، وعشان النادي الاهلي كان في الفتره دي بيتمرن في ملعب الجزيره الفريق كبير وكده، فكنا بنتمرن في ملعب اتحاد الشرطه، لان زي ما قلت لك ان الكابتن سمير ابو سعود كان في الشرطه، فكنا بنتمرن هناك. فكانت صعبه اول مره يعني، زعلت عارف انا بقى يا جماعه انا بلعب في النادي الاهلي ولا بلعب في اتحاد الشرطه، انا لسه اشوف بقى المجموعه والنادي والنادي الاجتماعي والملعب والنجوم الكبار اللي كانت موجوده يعني. لكن ده قضينا الموسم ده كله في النادي الاهلي في اتحاد الشرطه، وبنلعب ماتشاتنا هناك كلها يعني، واخد بالك؟ بس كنا في زيارات بقى، لما احب اذاكر اما اروح اشوف اي حد فكنا بنروح نقعد شويه، لكن معظم الماتشات عشان كده يمكن الناس ما عرفتناش بسرعه. لان لو انت عارف جماهير الاهلي احيانا لما بيكون في ماتشات وحصلت بعد كده لما كانت فرقتي تحت 18 سنه خالد جد الله وانا ومدحت رمضان والمجموعه الكباره دي اللي كان الله يرحمه المستكاوي كان بيقول استاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه نجيب المستكاوي كان كتب تعليق ان الفرقه بتاعت جمال جوده وخالد جد الله تحت 18 سنه المفروض تلعب في دوري كره السله من عدد الاهداف الكتيره اللي بيجيبوها السكور العالي اللي كنت بيجيبوه في الماتشات يعني بنكسب 8 و12 وحاجات كده يعني، كانت مجموعه مميزه جدا يعني الفرقه دي. وانا كنت على فكره هداف على الرغم ان انا بلعب في خط النص المدافع زي حسام عاشور زي طارق حامد في الفتره دي. هما اللي زيك يا كابتن جمال يعني معلش يعني عشان اقربها للناس اكتر لان الناس فاكره شايفاهم اكتر مننا دلوقتي أكيد. يعني ورجعنا بعد كده مع كابتن عوضين تحت 18 سنه. على فكره كل البطولات في الفتره دي كانت بتاعتنا يعني على طول، وانا للحظ برضو لان انا من ضمن المحظوظين في ان انا معظم اهدافي في الزمالك فحتى المباريات اللي بنكسب فيها الزمالك كنت انا ببقى انا جايب الهدف. دي علمت اكتر مع الجماهير. نعم علمت اكتر مع الجماهير طبعا، لان جمهور بدل الاهلي جماهير الاهلي في التوقيت ده معانا في كل حته يعني، لو بنروح مثلا بنلعب في اي ملعب بره النادي الاهلي مسافرين معانا. كنا ساعات بنطلع في نادي هليوبوليس في نادي الشمس نادي الزمالك كانوا معانا على طول يعني. فكان فرقه جامده جدا، وكان احساسي ان انا خلاص حطيت رجلي على تحقيق احسن لاعب ان شاء الله في مصر يعني. لما اتصعدت بقى للدرجه الاولى ولعبت مع الفريق الاول كان متواجد معاك في التيم ده انا فاكر كابتن حسن حمزي والكابتن مصطفى يونس واسامي ده بقى الامنيه اللي انا كنت دايما بتمناها ان انا مجرد ان انا اشوف اللعيبه ديت يعني. فوجئت لقيت نفسي ان انت عارف اتخذنا منتخب مصر اول منتخب مصر اتعمل تحت 19 سنه. كنت كان معايا نسيب الخير الكابتن خالد جد الله ومجدي عبد الغني وجمال الجندي الله يرحمه وعادل عبد المنعم، فكان اول منتخب تحت 19 سنه عملت فيه عارف اسم كويس قوي، مباريات جيدة جدا على الرغم والصدفة الغريبة يعني. أنا برضو زي ما قلت لحضرتك حكاية الصدفة دي معايا في بعض الأوقات أو في كل الأوقات، أو يعني مثلا في مباراة تصفيات كأس العالم كنا بنلاعب الجزائر ولعبنا ساحل العاج ولعبنا أثيوبيا،
ماتشين منهم بلعب باك مره يمين ومره باك شمال، مركز غير مركز خالص. مدحت رمضان برضو زميلي وحبيبي في النادي الاهلي كان بيلعب باك ليفت، اتصاب فاضطروا قالوا لي انت اللي تلعب مكانه باك ليفت. هشام غالي كان معانا برضو من النادي الاهلي كان بيلعب باك يمين، او هشام مجاهد لعبت اتصاب انا لعبت ناحيه اليمين. فالماتشين اللي اتلعبوا هنا في القاهره في ملعب الجزيره لعبت مره باك يمين ومره باك شمال. يا والاتنين مش مركزك. والاتنين مش مركزي، عشان كده يا مستر بابي بقى كان هو المدرب المدير الفني بتاع الفريق وده الماني، وكان معاه كابتن فتح نصير. فيا جماعه انا عايز الناس تشوف جمال جوده اللي هو لاعب النص، فلا ما انت ما فيش غيرك يلعب، لان كنت بلعب زي ما قلت لك في بعض في المراكز كلها تقريبا. المهم يعني اديت المباريات ديت عملت اسم الجمال جوده وبداوا يتابعوني مستر هيدوكوتي، لان هو كان في التوقيت دوت هو المدير الفني للفريق. لقيت بتصعد معاهم في أول مباراة صعبة جدا لا تتخيل. طبعا جماهير الأهلي في سنة 77 78 هتتذكر المباريات دي في الموسم ده بالذات، إن النادي الأهلي ونادي الزمالك الأهداف زي بعض، عدد النقاط زي بعض. وعشان النادي الأهلي ودي كانت أول مباراة ليك مع النادي الأهلي في الدرجة الأولى. أول مباراة ليا في مع النادي الأهلي. كنت بتلعبوا المحلة والزمالك كان بيلعب مع الإسماعيلي. بالظبط، إحنا في استاد القاهرة، الأهلي مع المحلة في استاد القاهرة، والزمالك مع الإسماعيلي في الإسماعيلية. عشان ناخد إحنا الدوري نكسب 4-0. يعني أول مباراة ليك مع الدرجة الأولى فريق النادي الأهلي مباراة حسم الدوري. بالظبط. فدي كانت أنا بالنسبة لي أنا يعني ما كنتش خايف. أنا كنت لسه هسألك السؤال ده، يعني رهبة خوف؟ يعني زي ما بقول لحضرتك قدامي هدف ان انا عايز ابقى كذا، ودي فرصه بالنسبه لي، وانا الحمد لله ماشي كويس مش خايف يعني. بالعكس انا معايا لعيبه زي ما قلت خبرات. الاسماء الكبيره ديت لو في حاجه بتسند على يعني اكيد خبرات كبيره وتساعدني ومش قلقان، بالعكس ده انا سعيد ان هم موجودين معاهم لان انا موجود معاهم وما خفتش حقيقي يعني. وحصل فعلا ان احنا كسبنا 4-0، وانا جبت جون من تقريبا لو قلت من 30 يارد بعد نص ملعب بشويه. بالظبط فعلا، والقدام قوي بقى يتذكروا الهدف ده. الهدف ده ان هي اتشط وجت في العارضه ودخلت، والله يرحمه الكابتن حسين فهمي كان هو الحكم لغاها، بس ليه مش عارف، لان لو الجون ده اتحسب كنا خدنا الدوري، لان الزمالك كسب الاسماعيلي 2-0 في الاسماعيليه هناك، ودي كانت شكلها مستبعد في التوقيت ده ان الزمالك يكسب اسماعيليه هناك 2-0، كانت صعبه. لكن كان ليها برضو نقطه لو اذكرها للجماهير للنادي الاهلي، ان الزمالك في الموسم ده لعب المحله في المحله، وحصل ان في طوبه اتحدفت ولاعب اتعور من الزمالك، اتلغت المباراه واتحسبت فوز للزمالك، وفي الهدفين اللي هم زي ما قلنا الاعتباريين دول. فطبعا النقط زي بعض، لكن الزمالك خد الدوري بفرق الهدفين. بفرق الهدفين. بالظبط. المباراه دي ايه الكواليس اللي مرت على الكابتن جمال جوده في غرفه الملابس مع المدير الفني اللي كان بيقود الاهلي في التوقيت ده؟ كان طبعا مستر هيدوكوتي. كان هو المدير الفني وكان اسم كبير. كان طبعا. وكان في التوقيت ده كمان كان المفروض، عشان برضو نقطة أنا أذكر الناس بيها، ومستر هيدوكوتي لما كان صعدني عارف إن أنا هداف وعارف إن أنا عندي مهارة وعندي يعني دريبلينج، بإن أنا ممكن أعدي من 2-3 وكده، لكن كان طالب مني حاجة محددة إن أنا ألعب مكان شطة. فطبعا أنا أخدتها فرصة يعني، بالنسبة لي فرصة ان انا ماشي انا هلعب فريق الاول اوكي، شوف المدرب بيقول ايه وبنفذه يعني. وفعلا كنت بنفذها يعني زي ما الكتاب بيقول فعلا يعني، ان انا قال لي في التوقيت ده ان انت تمسك مثلا عمر عبد الله مثلا، او في خط النص كان في تقريبا شوقي غريب كان لسه صغير في السن برضه،
فدايما كان مستر هيديكوتي بيلعب بالاسلوب ده وبالطريقه دي، ان هو في لعيب مميز في الفرقه المنافسه بيخلي شطه او جمال جوده لو شطه مصاب او واخد انذارين او كده ان هو يمسك اللعيب دوت. وفعلا انا نزلت وحققت له اللي انا عايزه، بس في نفس اللي هو عايزه، بس في نفس الوقت بقيت اعمل اللي ايه الامكانيات اللي جوايا اللي عندك برضه، عايز تطلع اللمسه يعني بتاعتك. عارف، ودي يمكن سبب خلتني ان انا ما كملش مع النادي الاهلي. تمام، انجلها، لان بالتاكيد انت بتلعب بقى في فريق جماعي، فحته اللمسات الفنيه في الكره الخماسي او الكره الشراب مش زي الفريق الكبير او المباشر. بالظبط كده. طيب، احرزت بطوله كاس مصر عام 79 مع الاهلي. تمام. ذكرياتك مع البطوله دي، لان خلاص البطوله دي كانت اللي هي يعني المحطه الاخيره قبل ما تترحل من الاهلي سنه 80. بالظبط. انت عارف بعد مباراه المحله اللي قلت لحضرتك عليها نلعب كاس مصر، كانت اول مباراه هنلاعب الترسانه في استاد القاهره. والحمد لله كسبنا الترسانه ساعتها 3-0. وكان المطلوب مني ان انا امسك شاكر عبد الفتاح. وفعلا مسكته، والمان تو مان اللي هو عارف الرخم والغلس اللي هو ما كانش يمسك المان بتاعه ويقطع الكوره ويبصيها لاقرب واحد، لان طبعا انت عارف حواليا كوكبه من النجوم ومن الحريفه اللي ما لهمش حل، يعني الكابتن الله يرحمه صفت، كابتن طارق الشيخ، كابتن مختار مختار، قدام طبعا بقى كابتن زيزو وكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبد، يعني كانت كوكبه كلها حريفه يعني. فكان مطلوب مني ان انا بقطع الكوره او بمسك المال بتاعي وبسلم الكوره لاقرب واحد يعني وكده، فكنت بنفذها كما الكتاب بيقول يعني. كسبنا الترسانه، لعبنا المحله في المحله، وكابتن مصطفى عبده مسيه بالخير بقى ان هو جاب الجون وكسبنا 1-0. وبعدها لعبنا مباراه ثالثه بس مش قادر اتذكرها، وبعدين المباراه الرابعه كانت الزمالك لو تفتكر. لا بس انت يا صغير. بس الماتشات اللي دايما بتتعرض قدامنا بنشوف لو تفتكر الذكريات الجميله دي. الاهلي والزمالك 4-2. 4-2 الزمالك كان كسبان، كان كسبان 2-0، وبعد كده الاهلي عمل ريمونتادا في المباراه الوحيده اللي انا قعدت فيها. كان في الفتره دي كابتن محمود الخطيب وكابتن طارق الشيخ مصابين، وكابتن شطه كان مصاب، فكنت بلعب الماتشات اللي قبل كده. الماتش دوت يعني كابتن حسن حمدي جه قال لي لا، لان هو كان مدير الكوره في التوقيت ده، قال لي ما تزعلش لان المباراه دي مباراه تقيله قوي صعبه جدا، احنا خسرانين بطوله الكاس الدوري وعايزين نعوض، فانت لعيب كويس فطبعا لازم تثق في ايه في مستر هيديكوتي يعني، وطبعا ما عنديش مشكله ربنا يوفقنا يعني وكده. وفعلا كنت بره الفريق خالص، والنادي الاهلي كسب زي ما انت فاكر 4-2. يعني على الرغم ان الزمالك كان كسبان 2-0، نزل طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن طارق الشيخ وكان تقريبا جمال عبد الحميد جاب جون، فكسبنا 4-2. دي كانت اول بطوله ليا مع النادي الاهلي، اول كاس، كان اول كاس، اول بطوله اخدها مع النادي الاهلي. لاني اول سنه اتصعد فيها مع النادي الاهلي. وكانت البطوله الوحيده ليك في الدرجه الاولى مع الاهلي في حياتي كلها. في حياتك كلها. يعني حتى رغم قصر المده ليك مع الاهلي، بس هي البطوله اللي حققتها مع النادي الاهلي، هي البطوله الوحيده، لكن ما خدتش بطولات مع النادي المصري خالص. وده الاختلاف بين الاهلي والانديه الثانيه يا كابتن جمال. ما هو ده اللي انا عانيت منه في النادي المصري اول ما رحت. عندهم هناك الطموح او التربيه اللي احنا اتربيناها في النادي الاهلي، ان انا لازم اكسب، ان انا بلعب عشان بطوله. مش بلعب ان انا كومبارس، ان انا اكسب مباراه واخسر مباراه، لا انا عايز اكسب على طول. دي كانت ميزه في النادي الاهلي وبيغرسوها جوانا على فكره، عشان في ناس بتقول لك يعني الناس بتقول ده مبادئ ومش مبادئ وكلام، لا فعلا هي دي الحاجات دي موجوده وبتتغرس جوه لعيبه النادي الاهلي من صغرهم من الناشئين. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ فانا انا انا يعني اما رحت النادي المصري لقيت القصه مختلفه تماما يعني. الطموح مش موجود، ويمكن ده عانى منه حسام حسن شويه. يعني في 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 سواء لما كان لعيب او لما مسك التدريب في النادي المصري. فصعب جدا عليا، فقلت اعمل ايه يعني؟ احاول احقق انجاز شخصي بقى. لان عشان تحقق انجاز زي بطوله كاس او كده لازم المنظومه كلها في النادي تكون كامله. اكيد. فكان النادي المصري في حاجات من العناصر اللي المفروض تجيب لك بطوله مش موجوده.
منها طموح اللعيبه، منها امكانيات اللعيبه، منها النظام الاداري اللي موجود. صحيح في جمهور يحرك، تعرف جمهور بورسعيد يعني، بس الكوره هنا كانت غير الكوره هنا. اه طبعا آه. لكن تعبت شويه في الاول لغايه مع موضوع ان احنا يعني قربنا نحقق كاس مصر يمكن مرتين ثلاثه، وفي النهايه بنقابل النادي الاهلي. بس الطموح هنا غير الطموح هنا. طيب في المراحل الاخيره وانت مع النادي الاهلي، اللمسه الفنيه، اللمسه الجماليه ما كانتش هي المطلوبه بنسبه 100%. اه مطلوبه في مواقف معينه في الملعب، لكن دايما الاجهزه الفنيه اللي بتمسك اداره الكوره في النادي الاهلي ليها فكر الكره الجماعيه. ده كان ليه تاثير سلبي عليك وكان سبب رئيسي في رحيلك على الاهلي؟ والله انا بص، لو جيت للسبب الفعلي والحقيقي اقول لك انا مش عارف. يعني النادي الاهلي سابني ليه؟ انا مش سبب محدد احط ايدي عليه، لكن ممكن اقول حاجات رتوش بسيطه، اسباب كده في اعتقادي يعني. بس مش هي دي اللي تخلي النادي الاهلي يسيب لعيب منتخب مصر هداف ناشئين على مدار 5 6 سنين. ما عنديش مشاكل يعني، انا الحمد لله ما كانش فيها لا ليا طلبات ولا يعني كانت في حالي، ويعني ما عنديش مشكله مع اي لعيب او مدرب يعني، اقعد احتياطي اقعد اساسي ما عنديش مشكله خالص. فكانت بالنسبه لي صعبه قوي وصدمه بالنسبه لي ان النادي الاهلي يستغنى عني على الرغم من مميزاتي كتير، و20 سنه يعني عارف او 19 سنه 19 يعني. سنه ومنتخب مصر يعني، فكانت برضو كانت صعبه بالنسبه لي قوي يعني. لكن انت عارف نصيب الكرة، نصيب. لو هنتكلم على الاسباب بقى ونحاول احللها شويه، انا كنت بلعب زي ما قلت لحضرتك، او مستر دوغري اختارني ان انا العب مكان كابتن شطه. جات لي فتره بعد الموسم اللي احنا خدنا فيه كاس مصر لقيت نفسي مش قادر انفذها، يعني المان تو مان، وان انا مش قادر انفذها بدنيا، لا مش قادر انفذها ذهنيا. لقيت المهارات اللي جوايا لا عايزه تطلع، عارف انت عايز ارقص وعايز مش راكبه مع مواصفات المركز ده بالظبط كده. انا زي ما قلت لك مان تو مان مع فلان، مع لعيب كذا واقطع الكوره واسلم وخلاص. لا انا عايز الامكانيات الداخليه او الامكانيات المهاريه اللي موجوده عندي عايز اطلعها يعني، ترقص اتنين وتعمل دريبل تعمل اوفر تسدد. يعني لو انا قلت لك يا ابو حميد والله بامانه يعني، في جون انا جايبه زي جون مارادونا في انجلترا في كاس العالم، في كاس العالم انا جايب جون في المقاولين العرب، ويعني يمكن اللي يشوفها جمهور بورسعيد اللي حضر المباراه دي ولاعيبه المقاولين العرب، انا اخدتها من نص الملعب من نفس المكان ومن نفس الحته دي بالظبط، ورقصت فيها 3-4 ورحت جايبها جون، وكان بيل انطوان هو اللي واقف، كان حارس المقاولين، كان حارس العملاق. انت عارف ان هو جالي بعد الماتش، بعد الماتش في اوضه اللبس وباسني وهناني وقال لي جون كده. يعني يعني بصيت لقيت الحاجات دي عايزه تطلع، عارف انت. فما ينفعش ان هي تفضل موجوده، هي حتى تلاقيها طلع هتطلع منك اوتوماتيك يعني غصب عنك يعني. وده فعلا حصل، فقالوا لي لا ان انت عارف مستر هيد في بقى عندنا زعيم كبير قوي وصاحب المهارات اللي مش موجوده على مستوى العالم، كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر الشيخ المجموعه دي وكابتن صفوت الله يرحمه. فما لا احنا عايزين واحد بمواصفات شطه، شطه اتصاب، شطه خد انذارين، يبقى انت موجود. عشان كده كان البديل مجدي عبد الغني، كابتن مجدي عبد الغني. الطريف بقى معلش عشان لو لا لا اتفضل يا كابتن جمال. ان الكابتن مستر هيدوكوتي هو اللي رشحني لبوشكاش، كان مدرب النادي المصري. ياه يعني وهو مدير فني للنادي الاهلي بالظبط، لان انت عارف هما الاثنين لعبوا كاس عالم وفريق المجر تقريبا وريال مدريد مع بعض. فقال له لا في لعيب كويس عندي خده يعني. وفعلا رحت مستر بوشكاش بقى، ده اللي مخه بقى انت عارف، ده اللي كان فيروت صح. اول ما شافني قال لي لا انت ما تلعبش في خط النص. ازاي انت عرفت يعني؟ قال لي انت تلعب فيروت. فيروت بس عندي مشكله ان في مصعد نور الله يرحمه كان موجود هو راس حرب. في التوقيت ده ما كانش في حاجه اسمها راسين حرب، راس حرب تلعب راس حربه، وينج يمين وينج شمال. فقال لي لا خليك ناحيه اليمين.
وفعلا كنت بقى يعني يمكن حتى يمكن في اكتر من هدف، ويمكن كنت بجيبها من يعني وانا من لونج يمين وداخل على راس الحرب يعني. فدي كانت برضو حاجه جميله ان مستر يدوكوتي على الرغم ان هو استغنى عني هو اللي رشحني لمستر بوشكاش، ومستر بوشكاش بقى طلع المهارات اللي موجوده عندي. تعرف مستر بوشكاش ده كان هداف التاريخ؟ لا ده في مباراه من المباريات تقريبا بيشوط الكوره قال لهم العارضه دي ناقصه مش الارتفاع بتاعها اقل من الارتفاع الطبيعي، اقل من المستوى الطبيعي او القانوني ولقاها فعلا يعني فكان الراجل بيبقى ظهره للجون وبيجيب الكوره جون وحافظ الجون بالظبط يعني اكيد. وده اللي انا نقلته منه يعني اكيد. دي كانت المرحله الزمنيه اللي كنت عايز اتكلم فيها عن الماضي للكابتن جمال جوده كاحد لاعبي النادي الاهلي، والصدفه اللي خلتك تلعب في النادي الاهلي ولعبت مع جيل من العظماء. كانت فتره مهمه جدا بنتكلم فيها مع الكابتن جمال جوده عن الماضي، لكن الفتره القادمه مهم برضه، ومعانا احد نجوم النادي الاهلي واللاعب المهاري الكبير الكابتن جمال جوده، نتكلم معاه عن المرحله القادمه البطوله الافريقيه. كابتن جمال، يمكن البطوله الافريقيه يمكن النهارده كان في عدد من المباريات بتقام في مرحله دور ال 32، وبالمناسبه ان شاء الله قرعه دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه ملحق دور ال 32 هيكون يوم الجمعه القادم باذن الله في القاهره. حتى هذه اللحظه 8 فرق تاهلت بشكل رسمي الى مرحله دور ال 16. الترجي التونسي لسابق فوزه بدوري الابطال العام الماضي، فبالتالي بيتواجد وبيتاهل الى دور ال 16 دور المجموعات. الاسماعيلي تاهل اليوم بعد الخساره في الكاميرون من القطن الكاميروني 1-2 لسابق فوزه في اسماعيليه بهدفين مقابل لا شيء. لوب ستارز النيجيري ايضا تاهل على حساب جورماهيا الكيني، رغم انه خسر في كينيا 3-1 لكنه فاز في نيجيريا 2-0 وتاهل بمجموع المباراتين. سان داونز الجنوب افريقي تاهل الى دور ال 16 بعد ما فاز على اهلي بنغازي الليبي 4 أهداف مقابل لا شيء، وسبق لها التعادل مع اهلي بنغازي في المباراة الأولى على أرض أهلي بنغازي 0-0. أيضا كمان أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا تأهل على حساب أفريكا ستارز بطل ناميبيا بهدف مقابل لا شيء، وسبق لأفريكا ستارز تعادل مع أورلاندو بيراتس 0-0 فتأهل بطل جنوب أفريقيا. مازيمبي الكونغولي تأهل على حساب زيسكو الزامبي، سبق لمازيمبي الفوز على أرضه ووسط جمهوره بهدف مقابل لا شيء لكنه تعادل اليوم في زامبيا مع زيسكو بهدف مقابل هدف. بلاتينيوم الزيمبابوي تأهل على حساب أوتوهو الكونغولي، أوتوهو الكونغولي تعادل في المباراة الأولى على أرضه 1-1 لكن بلاتينيوم الزيمبابوي على أرضه اليوم في زيمبابوي تعادل 0-0 وتأهل بمجموع المباراتين. شباب قسطنطينة الجزائري بيفوز على فيبراس الأوغندي 2-0، المباراة أقيمت في أوغندا اليوم وسبق لبطل الجزائر الفوز على أرضه بهدف مقابل لا شيء. في هذه اللحظات بتقام ايضا مباراه الوداد المغربي مع جراف داكار السنغالي، وسبق للوداد المغربي الفوز بهدفين مقابل لا شيء في كازابلانكا، وفي هذه اللحظات المباراه بتقام في السنغال وحظوظ الوداد كبيره جدا للتواجد في دور ال 16. اذا لدينا حتى هذه اللحظات يعني 4 فرق عربيه تتواجد في دور ال 16، الاسماعيلي والترجي شباب قسطنطينة والوداد المغربي بيقترب بشكل كبير جدا، وغدا باذن الله هناك مباريات اخرى للنصر الليبي مع حريه كوناكري الغيني وفرص تاهله كبيره، الاهلي المصري ان شاء الله في 3 عصرا مع جيما ابا جيفارا في اثيوبيا والاهلي فاز بهدفين مقابل لا شيء. ايضا كمان لا ننسى ديربي المغاربي الجزائري اتحاد طنجه المغربي غدا مع شبيبه الثوره الجزائري، وسبق لي شبيبه الثوره الجزائري الفوز على ارضه 2-0 على اتحاد طنجه المغربي. كل هذه النتائج كابتن جمال بتدينا ايحاء او يعني فرصه ان مباريات دور ال 16 مباريات قويه جدا فيها منافسه قويه وبتقترب من مناصفه، يعني 8 فرق عربيه مع 8 فرق افريقيه. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل اخرج الى تقرير بيتحدث فيه عن العدائد او المكاسب ممكن يحقق الاهلي بالفوز بهذه المباراه الافريقيه ومشوار الاهلي في البطوله الافريقيه والفرق الاخرى خلال الفتره القادمه. نخرج لهذا التقرير ونواصل الحديث مع كابتن جمال جوده بعد هذا التقرير. بطموح العبور إلى دور المجموعات لتكون خطوة هامة في الطريق نحو تحقيق البطولة الإفريقية 9، يخوض الأهلي مباراة هامة أمام جيما أبا جيفارا الإثيوبي في إياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا على ملعب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعلى الرغم من أن الأهلي تكفيه نتيجة التعادل للتأهل إلى دور المجموعات بسبب الفوز بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، إلا أن الرغبة بدت واضحة لدى الجميع بداية من المدير الفني المؤقت محمد يوسف أو كل اللاعبين،
وذلك من أجل تحقيق الفوز الذي بات مطلب الجميع في الفريق. كعادة الأهلي دائما لا يلعب إلا للفوز. أهداف كثيرة يرغب فيها الأهلي من أجل تحقيق الفوز بخلاف التأهل، من أهمها توجيه رسالة مبكرة لكل الفرق أن الأهلي عازم على العودة لمنصة التتويج بعدما كان قريبا منها في الموسمين الماضيين، علاوة على رغبة الجهاز الفني في مواصلة الانتصارات التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية. ظروف كثيرة تحسنت قبل مواجهة الإياب، من أبرزها تخفيف الضغط على اللاعبين بسبب تأجيل النادي الإثيوبي المباراة لمدة 48 ساعة لتقام لحد بدلا من الجمعة، هو ما شجع الجهاز الفني لمنح الفريق راحة سلبية قصيرة لالتقاط الأنفاس. يأتي ذلك بالإضافة إلى استعادة الفريق لجزء كبير من قوته الضاربة، فعاد المخضرم أحمد فتحي بعد تعافيه من الإصابة، التونسي علي معلول، علاوة على المهاجم المميز المغربي وليد أزارو بعد انتهاء إيقافه. هي أمور بالطبع تمنح الأهلي قوة إضافية تعوض فقدان جهود وليد سليمان وسعد الدين سمير الغائبين للإصابة. تغييرات قد تشهدها تشكيلة الفريق أو خطة اللعب بناء على تصريحات محمد يوسف الأخيرة الذي أكد أن الجهاز الفني يجهز خطة متوازنة من أجل استغلال الفرص لتسجيل الأهداف مع الحفاظ على نظافة شباك الأهلي، مؤكدا أن تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة منح الجهاز الفني فرصة لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب. بالطبع هي مباراة هامة وصعبة في بداية المشوار الإفريقي، لكن الجميع يملك ثقة كبيرة في لاعب الأهلي وعلى قدرتهم في أن تكون المهمة الخارجية الأولى في البطولة نقطة انطلاق حقيقية نحو استعادة الأميرة الإفريقية. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن جمال. أولا تعليق على هذا التقرير اللي بيتكلم فيه عن تعدد المكاسب اللي ممكن الأهداف اللي يرغب بها الأهلي في هذه البطولة الأفريقية. الأهلي طبعا خسارة البطولة اللي فاتت ديته دافع ان هو ان شاء الله البطولة دي تبقى تعويض عن البطولة اللي فاتت. النادي الأهلي في البطولة دي الحمد لله ان هو كسب المباراة اللي فاتت 2-0، وعلى الرغم ان في برضو بعض زي ما قلنا في نجوم كانوا في غيابات كتيره، اصابه وليد ازارو، اصابه احمد فتحي، اصابه علي معلول، فالحمد لله في المباراه ديت كلهم ان شاء الله يبقوا متواجدين ويبدا النادي الاهلي. وعلى فكره كمان حاجه جميله انا سعيد بيها جدا، لان انا كفيرويد كنت بمر بيها، اللي مر بيه محسن مروان محسن صعب جدا على اي مهاجم ان هو يبقى في اصابه على رباط صليبي وان هو يرجع ما شاء الله بالمستوى دوت ويحرز الاهداف بالصوره دي اللي انا اقصدها الهدف اللي هو الهدف الثاني اللي هو ضرب ظهره للمرمى وخدها بكعبه وشايف الجون، يعني ده الفيرود الصح، يعني اللي هو يبقى ظهره للمرمى وشايف الثلاث خشبات صح يعني. فالنادي الاهلي عنده الدافع، عنده اللعيبه اللي يحققوا له الكلام دوت، عنده مدرب ما شاء الله يعني السي في بتاعه على مستوى عالي جدا، فاز بالبطوله قبل كده وكابتن طبعا محمد يوسف متواجد معاهم، بخلاف بقى الروح اللي هي بتاعت النادي الاهلي اللي موجوده عند اللعيبه اساسا، يعني دي مهما كانت بتبقى انا بعتبرها حقيقي يعني بتبقى نمره واحد يعني. طيب الاهلي يتعامل ازاي مع فريق جيما الاثيوبي وهو مجهول نسبيا؟ لعبته قدامه 90 دقيقه في مباراه الذهاب في برج العرب، لكن هل ممكن المباراه دي تكون كاشفه للاهلي بشكل كبير لاداء الفريق المنافس؟ وبرضو ازاي هيتغلب على نقص الاكسجين؟ يعني في كذا عوامل قد تكون سلبيه في مواجهتك لهذه المباراه. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه للاكسجين احنا رحنا في منتخب مصر في الناشئين لعبنا اثيوبيا وكسبناها هناك 2-0. الاكسجين ملوش تاثير لو انت عندك اللياقه البدنيه الفعليه، يعني اللياقه البدنيه عندك سليمه واصله لدرجه مثلا 70-80%،
عندك ازاي تستغلها او توزعها على مدار التسعين دقيقه. تمام. ودي طبعا موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. وسبق لهم لعب كتير في اثيوبيا. يعني اثيوبيا يعني حتى لو راحوا جبال ايفرست يعني هتلاقيهم برضو ما شاء الله يعني متعودين عليها يعني. الحمد لله. فهم عندهم الخبره من الخبره ان هم يلعبوا ويوزعوا موضوع الاكسجين ونقص الاكسجين دوت موجود في اثيوبيا. بس انا ما بعتبرهاش ان هي دي مشكله بالنسبه للنادي الاهلي يعني. المشكله ان انت تبقى عندك فرقه انت مش عارفها. بس النادي الاهلي برضو بعت في السفاره واخد شرايط للفريق ده وعارف نقاط ضعفه ونقاط قوته. وانا شفت المباراه طبعا اللي فاتت الديفنس بتاعهم ضعيف جدا. ضعيف 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 يعني نقدر نستغل فيه يعني كرة زي اللي حسمها مروان محسن. يعني هم ما عندهمش الفكر المهاري ده وعندهم اللعب الصريح اللي فيه قوة. فالنادي الأهلي ما شاء الله موجود وعنده لعيبته اللي فيها الخبرة اللي تقدر توزع مجهودها واللي تقدر تحرز فيها الأهداف في التوقيت وتقدر تضيع تعرف انت الاستهلاك الوقت بالطريقه القانونيه. بالظبط. تخطف هدف تفرق معاك كابتن جمال؟ نعم. يعني انت سابق هنا كسبت 2-0، لو خطفت هدف هناك مبكر او في الشوط الاولاني يقتل المباراه؟ النادي الاهلي بيروح هيلعب على هذا الاساس، مش هيلعب على التعادل على فكره يعني. النادي الاهلي مش في دماغه، انت عارف ان احنا زي ما قلت لك ان احنا في تعود على عندنا ان احنا بنروح كسبان وكل حاجه لكن بلعب على الفوز. ما عندي يعني الفوز مش بالتهور بقى والهجوم بالتهور، لا الهجوم العقلاني اللي بننقل كلنا الخطوط كلها بتطلع مع بعض والخطوط كلها بترتد مع بعض يعني. فطبعا اعتقد حتى يمكن انا عندي اعتقاد شخصي جوه ان حسام عاشور ان شاء الله هيجيب جون بكره. طيب بمناسبه الحديث عن حسام عاشور، يمكن هو اللاعب الوحيد النهارده اللي في المجموعه كلها ما دخلش في التدريبات الجماعيه، لسه راجع من اصابه. انا اتمنى ان هو يبقى موجود. عندي الاحساس ده لو هو لعب انا عندي احساس ان هو هيجيب جول. ودي قلما بتحصل بنتيجه مواصفات اللعب اللي بيلعب بيها عاشور في الملعب. بالظبط. بس انا عندي ما انت عارف انت احيانا كده بيجي لك خواطر. خواطر وهاجس ان فلان الفلاني النهارده هيجيب جول يعني. انا حاسس ان حسام عاشور لو لعب ان هو هيجيب جول. طيب غياب معلول واحمد فتحي الفتره تقترب، يعني معلول فتره شهرين، احمد فتحي حوالي شهر ونصف، غيابهم الفتره الاخيره لكن متواجدين مع البعثه ومع الفريق، شايف ممكن يبداوا المباراه بكره ولا الجهاز الفني واخدهم عشان برضو تبقى رساله للمنافس ان الصفوف عندي مكتمله؟ والله بص، هو المنافس طبعا ممكن ما يبقاش عنده المعلومات دي خالص يعني. لكن هي بتبقى جوه سيستم موجود في النادي الاهلي ان المدرب عايز ممكن يبقى زي ما قلنا الروح المعنويه بالنسبه لهم يرجعهم، بقالهم فتره طويله مصابين مش موجودين مع الفرقه، بيتمرنوا لوحدهم في الصاله او في عند الجيم او في المراني الفردي او كده، فيبقى متواجدين معانا. لان دي حصلت معايا مره، قعدت في حوالي 7-8 شهور بتعالج ولسه ما يعني مش جاهز في مرحله النقاهه. مدرب قال لي تعالى تبقى موجود معانا في سفريات كذا مره يعني، خدت معسكر وفي سفريات لكن وموجود يعني ما لعبتش، لكن قال لي لا تبقى متواجد معانا. لكن انا اعتقد ان كابتن احمد فتحي ومعلول وصلوا لمرحله الشفاء التام، فان شاء الله يبقوا مشاركين لان دول عندهم خبره بقى يعني من اكثر اللعيبه اللي موجوده في الفريق دلوقتي عندها خبره افريقيه يعني. كابتن جمال جودة، انا تشرفت بالحوار معاك، احد نجوم النادي الاهلي السابقين. كلمه اخيره تحب تقولها في ختام هذا الحوار؟ انا سعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي وسعيد بوجودي معاك. الله يخليك كابتن جمال، بشكر النادي الاهلي واتمنى ان انا ابقى متواجد لان انا حقيقي ظروف تعرف ان انا قعدت حوالي يمكن اكثر 30 سنه موجود في بورسعيد ومنهم 11 سنه في النادي المصري، وكنت حياتي كانت في بورسعيد ودلوقتي انا موجود منتقل في القاهرة. فاتمنى ان انا ابقى متواجد لان ده شرف كبير ليا قوي ان انا ابقى موجود في قناه النادي الاهلي. شكرا كابتن جمال، بالتوفيق دايما ليك يا رب. الله يخليك.